معانا استاذه فاطمه. ايوه يا فندم. اتفضلي يا فندم. يا حضرتك نعم وفضل الحمد لله، ربنا يكرمك يا رب ويجعلك انسان حسناتك يا رب العالمين. معلش هقول لحضرتك بسؤال بس اسمعني للاخر، مش هطول على حضرتك ابدا. اتفضلي. انا حاطه شهاده في البنك، الشهاده دي لمده 5 سنين مقفوله، ما ينفعش ان انا اسحب منها ولا اخد العائد بتاعها الا بعد ال5 سنين. طيب جيت ادفع زكاة المال اللي دفعت السنة الأولانية والثانية على أصل المبلغ، بس أنا باخد معاش والمعاش يا دوبك بيكفي دلوقتي أنا والولاد، فأنا مش قادرة أطلع قيمة الزكاة بتاعة المال لأن أنا ما باخدش منها عائد، أنا مش هاخده إلا بعد 5 سنين. فبعد ال5 سنين دولت هل هطلع على على أصل المبلغ بس مرة واحدة، ولا هطلع على ال3 سنين اللي أنا ما دفعتهمش، ولا هطلع على العائد واصل الشهاده، ولا هطلع 10% على العائد بس؟ طيب يا ستي هسالك سؤال، انت أيوة. دلوقتي العائد بيجي لك وانت بترديه تاني يدخل في الشهاده؟ لا ولا لا. اصلا اسمعيني اسمعي سؤالي اسمعي سؤالي اسمعي ولا اعرف احد. طب اسمعي سؤالي انت. أيوة. اذا انت ما بيخرجش العائد، انت الشهاده دي هيخرج لك العائد بعد ال5 سنوات. وانت ليس معك مال تستطيع ان انت تدفعي الزكاه عن هذا المال. المال اللي عندك، المعاش اللي بيجي لك على قد ما انت بتعملي ايه؟ على قد ما انت يا دوبك انا ولادي بيكفينا. لكن انت ما تقدريش تدفعي الزكاه عن هذه الشهاده. لا. خلاص احنا ممكن ناخذ بقول السيده الملكيه ونطلع سنه واحده في الاخر. سنه عن سنه واحده بس. وهنطلع ساعتها عن السنه دي 2.5% عن 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 المبلغ كله. واضح؟ لان احنا عندنا مصدر تاني بنعيش منه اللي هو فلوسنا دي. الفلوس دي اذا كان على قد قيمه العيش وليس معنا اي فائض ولا نستطيع ان احنا ندفع الزكاه، ولا دفعنا الزكاه هيحصل لنا مشقه، خلاص نطلع على سنه واحده خالص لما نقبض الفلوس بتاعه الشهاده دي. خلاص؟ طب ليه ما نطلعش بقى 10%؟ لان احنا عندنا المعاش بنصرف منه، فنطلع 2.5% على الشهاده.